إذن الشقيقة الشرقية حاضرة دائما في كل المحافل التي تحتضنها الجزائر، علاقات أخوة متجذرة وتاريخية وأخوية مخضبة بدماء الشهداء، والتي روت أرض البلدين بنفس الروح وبنفس الإرادة. يمضي البلدان لصنع حاضر ومستقبل، ومستقبل شراكة واعدة وتكامل تنموي واقتصادي على حدود البلدين، لتكون جسورا وفضاءات توطد التقارب أكثر فأكثر. بعد تحية العلم واستماع قائدا البلدين للناشدين الوطنيين للجزائر وتونس، يستعرض في هذه الأثناء، في هذه الصورة التي تعبر عن أخوة صادقة وعميقة بين الجزائر وتونس، وهذه الابتسامة الجميلة والصادقة واللحمة التي تجمع البلدين الشعبين والشقيقين، مواقف ثابتة بين الجزائر وتونس في جميع المجالات. تونس ضيف الشرف، الجزائر من خلال هذه الطبعة التي تريدها الجزائر نافعة لكل الدول المصدرة والمنتجة والمستهلكة أيضا. يستعرض في هذه الأثناء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخوه ضيف الجزائر وشقيق الرئيس الجزائري ضيف القمة الرئيس التونسي قيس سعيد تشكيلات من الحرس الجمهوري تؤدي لهم التحية الشرفية وفق البروتوكول الرسمي للتشريفات الرئاسية. صورة الأخوة سوف يخلدها التاريخ، كما خلد أيضا التاريخ تضحيات جسام بين البلدين. الرئيس التونسي يصافح في هذه الأثناء كما تشاهدون مشاهدينا الكرام كبار المسؤولين الجزائريين. وبدوره السيد الرئيس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يصافح أيضا أعضاء الوفد المرافق للرئيس التونسي قيس سعيد، والذي نذكر بأنه يشارك كضيف شرف في هذه الطبعة بعد دعوة من أخيه السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وتونس الشقيقة تعتبر أيضا شريك أساسي للجزائر،
حيث تعتبر الجزائر المورد الرئيسي للشقيقة تونس بالغاز الطبيعي والكهرباء أيضا. تونس تعتبر الجزائر شريكة أيضا في عملية تصدير الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر الأنبوب الذي يمتد من حسي مسعود عبر الأراضي التونسية وصولا إلى إيطاليا.